صالح الكربي. بسم الله وعلى بركة الله متابعين الكرام، مستمرين مع حضراتكم واصفين لكم ما يدور من منافسات على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن سباقنا المحلي الثامن، حيث نصل معكم في هذه اللحظات إلى انطلاقة ثامن الأشواط المسائية لنتابع معكم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة على أرضية الميدان، وشوط للقعدان يسير بين جنبات هذا الميدان على مدى 6 كيلومترات. انطلقت هذه الأسماء وانطلقت هذه الشعارات باحثة عن الفوز والانتصار. نبدأ مباشرة مع المركز الأول وصدارة الشوط إلى المقدمة والبداية لنتابع مقدمة هذا الشوط، ونتابع الصدارة مع المركز الأول مسكت من هجن أم الزبار حمد بسالم بالزاهر من يتابع في عملية التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع في ثاني المراكز تقدم مشاهدين الكرام من قبل الصغير اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات، أو هذا هو لزاز من هجن أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير من يقدم لنا لزاز على المركز الثاني. في ثالث المراكز نتابع وقاد من هجن الشحانية ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع هذا الاسم ويقدم اندفاعة وقاد على المركز الثالث. ورابع المراكز الشعار الغرفاوي القادم من خلال تواجد الشلال وانطلاقته على المركز الرابع في هذه اللحظات بمتابعة مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي من يتابع اندفاعة الشلال على المركز الرابع، بينما خامس المراكز وصول وتقدم اللوسيل من هجني أم الزبار فاران بن محمد بن قريع المري من يتابع هذا الاسم، ولكن هجني الشحانية بدأت تتدخل في هذه اللحظات من خلال اندفاعة جويزيان يصل في هذه اللحظات بالشعار الأدعم الكبير شعار هجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدين الكرام الخمس المراكز الأولى المنطلقة في أول إذاعة على مسار شوطنا الثامن من أشواطنا المسائية في منافسات سن الإذاع في هذا المساء لنتابع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن سباقنا المحلي الثامن. عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى مسكت الذي يقود هذه الأسماء باندفاعته وبانطلاقته الجميلة على مقدمة الشوط من هجن أم الزبار حمد بن سالم بالزاهرة من يتابع هذا الاسم ويقدم لنا مسكت ويطمع بالزاهرة بنقطة أخرى في هذا المساء في تحديات هذه الأشواط الجميلة، لكن جويزيان نتابعه من هناك. نتابع التواجد من وقاد بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب الذي يقدم لنا هذا الاسم وينطلق على المركز الثاني، يقدم لنا وقاد مع اندفاعة هذا الشوط، بينما في المركز الثالث ثالث المراكز ياتي جويزيان من هجن الشحانية وبمتابعة وتضمير الذهبي سالب فران المري من يقدم جويزيان على المركز الثالث. ورابع المراكز مشاهدين الكرام نتابع التقدم والاندفاع الجميل على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات. شوفوا التحرك الممتاز من لوسيل على المركز الرابع يتقدم بشعار هجن أم الزبار وبمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري من يتابع هذا الاسم، من يتابع انطلاقة واندفاعة لوسيل على المركز الرابع. أما في خامس المراكز نتابع في هذه اللحظات الوصول مشاهدين الكرام من شعار هجن المرقاب بدأ يتدخل في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس من خلال تقدم صغير وبمتابعة عبد الرحمن بن سالم بالعرج من يتابع هذا الاسم على المركز الخامس. هكذا مشاهدين الكرام نتابع معكم الخماسية الجميلة التي تسير في هذا الشوط، وهناك أيضا أسماء وشعارات وأعداد حاضرة خلف الفايف ستار نتابعها عبر الكادر السفلي من قناة الريان. ما شاء الله يا هذا الشوط خمسة مراكز تقريبا في موقع واحد تسير جنبا إلى جنب في تحديات هذا الشوط، مع مشهد جميل من مشاهد المنافسة والإثارة والتحدي في عالم الأصالة
وتحديات هذه الرياضة العربية ما شاء الله. لكن العودة دائما وابدا إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى مركز القمة، وهذا هو وقاد اللي غير الأمور. انتقل نقلة جميلة إلى مقدمة الشوط، يحمل للشعار الأدعم الكبير شعار هجن الشحانية، ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية. من يقدم لنا وقاد على المركز الأول وصدارة الشوط؟ ولكن جويزيان بدأ يتقدم في هذه اللحظات، ما شاء الله سرعة الشوط بدأت تزيد. الجويزيان يتقدم من هجن الشحانية وضمره الذهبي. سالم بن فاران المري ولكن مسكت، يبغي حقوقه المنهوبة، يبغي يستعيد الصدارة بشعار هجن يوم الزبار وبتضمير حمد بن سالم بن زاهرة. يا سلام يا سلام يا سلام، تقدم واندفاع جميل من لوسيل من هجن يوم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري. وصلت الاسماء، شوف الاسم القادم، وصل مزاحم، بدأ يزاحم في هذه اللحظات من خلال تقدمه الجميل من هجن الشحانية بمتابعة البرنس اللي ولعها في هذه اللحظات مع تقدم واندفاع مزاحم الصغير في المركز الرابع بشعار هجن المرقاب، وبمتابعة ايضا عبد الرحمن بن سالم المري. وخامس المراكز من تراجع المركز الخامس مسكت من هجن ام الزبار بمتابعة بن زاهري. يا سلام. لكن العودة مشاهدين الاعزاء الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول والصدارة، لنتابع الاثارة، نتابع التحدي، نتابع المنافسة في هذا المساء. يا سلام، تابع هذا المشهد الجميل، شوف المنافسة، شوف الاثارة في هذا الشوط. ولكن لوسيل غير الامور في هذه اللحظات، 1200 متر عن خط نهائي مضمرين. تنبيهنا ما قبل الاخير في مسار هذا الشوط، هجن ام الزبار تسيطر مع لوسيل فاران بن محمد بن قريع المري. من يقدم لنا لوسيل على المركز الاول والصدارة الاولى؟ بينما في المركز الثاني مزاحم مع ثاني المراكز من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. الكيلومتر الأخير، وصلكم ناصي 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 قادم من هجن أم الزبار. مبارك بن محمد بن صرير بدأ يقدم لنا ناصي هجن المرقاب، بدأت تهاجم مع صغير على المركز الرابع في هذه الانطلاقة. وفي المركز الخامس مشهور قادم من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. شوف المنافسة، شوف الإثارة، رباعية جميلة على مقدمة الشوط، مشهد جميل، منافسة حاضرة في الأمتار النهائية، 600 متر أخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف هذا المشهد الجميل، تابع الإثارة، تابع الرقص في هذا المساء مع سن الإذاع في هذه الاندفاع مع هذه الأصايل الحاضرة. ولكن لطام غير الأمور، ومزاحم مزاحم مزاحم، الله الله على هذا الأداء الممتاز. ونتابع ناصي 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 ناصي، شعار هجن يوم الزبار بدأ ينطلق في هذه اللحظات مع ناصي 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 بن صرير. من يتابع هذا الاسم ويقدم لنا ناصي؟ ولكن مزاحم 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 وناصي في تحديات جميلة، في اندفاعات ممتازة، ولكن ناصي مزاحم 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 وناصي، وأيضا الوصول من صغير، ولكن ناصي ناصي مع الفوز مع الانتصار. تهانينا تهانينا والناموس لهجن يوم الزبار، والتهنئة موصولة لمبارك بن محمد بن صرير الذي قدم لنا ناصي وانتزع الفوز والانتصار. بينما مزاحم من وصل ثانيا من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جلال بن محمد بن عقيل، وثالث المراكز كان الوصول من شعار هجن المرقاب مع الصغير بمتابعة عبد الرحمن بن سالم المري. المركز الرابع، رابع المراكز كان من نصيب لوسيل من هجن يوم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام، من وصل مشهور من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. ما شاء الله، شوط مثير حتى اللحظات الأخيرة، ولكن ناصي عليها الرقم واحد ويصل في المرتبة الأولى. ناخذ توقيته الزمني، قطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 14 ثانية 92 جزءا من ثانية. تهانينا لهجن يوم الزبار، التهنئة موصولة. يتحطم التوقيت الزمني مع ناصي، نعم بالفعل توقيتنا الأجمل حتى هذه اللحظات. شكرا لبن صرير، مبارك بن محمد بن صرير الذي قدم لنا ناصي في هذا الشوط. بينما ثاني المراكز كان الوصول من مزاحم وتوقيته الزمني 9 دقائق 15 ثانية 24 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنئة موصولة للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. أما ثالث المراكز فوصل شعار هجن المرقاب مع الصغير وتوقيت 9 دقائق 15 ثانية 40 جزءا من الثاني. تهانينا لعبد الرحمن بن سالم.